أحييكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامج لف ودور وتشوف العالم كيف يدور. اليوم سايرين في جولة في متحف الموزاييك في غازيانتيب. خلكم معي لنهاية الحلقة، تابعوني. يعتبر متحف زيوغما للفسيفساء الموجود في مدينة غازيانتيب بتركيا أكبر متحف فسيفساء في العالم، ويحتوي على 1700 متر مربع من الفسيفساء، وتم افتتاحه للجمهور في 9 سبتمبر 2011. ويضم المتحف اللي يبلغ مساحته 30,000 متر مربع على 2448 متر مربع من الفسيفساء، ويحل محل متحف باردو الوطني في تونس باعتباره أكبر متحف للفسيفساء في العالم. تركز الفسيفساء اليونانية والرومانية الهلنستية بالمتحف على زيوغما، ويقال أن هذا النوع يرجع لسلوشيا على يد سلوكس الأول مؤسس المملكة السلوقية. ظلت الكنوز بما في ذلك الفسيفساء غير معروفة نسبياً حتى عام 2000 لما ظهرت القطع الأثرية في المتاحف، وتم هالشيء لما أدت خطط إنشاء سدود جديدة على نهر الفرات لغمر جزء كبير من الزيوغما. ومثل ما نلاحظ تضمن نقوش أشكال هندسية متنوعة ووجوه وشخصيات مهمة في ذاك الزمن، وكذلك بعض الحيوانات اللي كانت موجودة في بيئتهم في ذاك الوقت. ومعظم الفسيفساء اللي تم اكتشافه لحد الآن يرجع للقرن الثاني والثالث والرابع والخامس بعد الميلاد. أشكركم أعزائي لمتابعة حلقة اليوم، تابعوني في الحلقات الجاية، مع السلامة.